ولا رغم انها كاينه منطقه هي مصنفه ضمن منطقه رامسار. هاد المرجه هذه وحده كاينه ولاد الصخر هي مرجه، وكاينه واحد المرجه سميتها حلوفه، مرجه حلوفه، ثلاثه ديال المرجات هادو تيشكلوا موقع واحد، فهمتي، تنسميوه مركب نجد الرمل. حنا في واحد المنطقه اللي سميتها الرمل، نجد ولا نجد؟ نجد بلاطو، بلاطو الرمل. في هذه المنطقه ديال نجد الرمل يعني تبدا من ني دخلنا من الهيايضه هذه كلها سميتو لو بلاطو الرمل، بلاطو الرمل. حنا حتى بالدارجه تنسميوه الرميليه، الرميليه ديال من ديال الرمل، نجد الرمل، بلاطو الرمل. هاد المركب هادو اللي فيه ثلاثه ديال المرجات، هاد المرجه ديال ماذا؟ ديال برغه، ومرجه ديال ولاد الصخر، ومرجة حلوفة، حلوفة تابعة لإقليم قنيطرة. هادو دايرينهم هاد الثلاثة في مركب واحد سميتو مركب نجد الرمل، مركب نجد الرمل، واللي هو مصنف في لائحة رامسار. رامسار كانت مدينة إيرانية وقع فيها مؤتمر، وهذاك مؤتمر باش يصنفوا الاوساط، هذه الاوساط الرطبه، هذه الاوساط اللي هي رطبه وفيها واحد التنوع بيولوجي. هاد البلاصه هذه بحال واحد المطار ديال الطيور، يعني الطيور المهاجره راه يمكن كاينه الفلامو هنايا، لو فلامو روز، كاينه بزاف، كاينه هاد ديك المنفخ ديال لا سيغون، لا سيغون راه ما تي كاينه البط، كاينه البط لو كانت عندنا. وعاد هاد التنوع البيولوجي، التنوع البيولوجي تيسمح الطيور باش هذاك، راه ما عندناش بهاد الكثافه في عين الشوك ولا شي حاجه باش يبيضوا هنايا. كاينه دابا الطيور بلي تيجيو بعد ما تلقاو البيئه مزيانه وهذا تيمكن يدخلوا. هنايا التدخل ديال الناس هنايا في الرعي، والمؤسف هنايا كاينه دوك الكلاب، الكلاب تتولي كلاب ضاله، كلب تيولي صياد، حتى هو تيدبر، تيدبر على البيض، تيدبر على الفروخه، تيدبر على بزاف ديال الحوايج. إذن هذه ولا يعني حنايا كمناضلين بيئيين خاصنا ندافعوا عليها، كوننا مثلا هذا التدخل السياحة، ذكرى كاين التدخل السياحي، مرة تيصوروا ديال القنوني. إذن هذا هو كاين التدخل ديال الشركه هنايا الفلاحيه، ربما ديك المواد ديال الذكرى السامه ترمى هنايا. المرجه، علاش المرجه؟ المرجه الماء اللي فيها هذه واحد الفرشه مائيه تتبان، يعني هذه المنطقه كلها فيها الماء. اذا هذه الفرشه المائيه جات يعني ظهرت هنايا، فالمشكل هو الذكرى التدخل. لاحظوا هنايا يعني هذيك السكان هنايا من دايرين عليها، يعني لما كانش هنا ناس يعني التدخل مثلا او التحسيس تيجي لهاد الناس. فوالا راه عندكم واحد، هذه راه ثروه، وطنية، راه عندك الطيور، طيور مهاجرة. شوف دابا التدخل ديال بنادم تيسقي منها عندو الماطر. لا شي بلايص قبيلة الفلاحية، وداروا ذكرها
كيخرجوا الماء الصوندات الصوندات كلهم عندهم الصوندات، والاراضي استولوا عليها يعني اراضي سلاليه. وهذا المرجح حتى هي كانت مصنفه عالميا بقى الى يومنا عالميا. وانواع الطيور اللي كانت متواجده فيها؟ طيور نفس الطيور اللي تتشوفهم تما هي كانوا هنايا اللي شفناهم برغا موجوده في ولاد الصخر. كان يعني المياه ديال هذاك المعمل ديال السكر راه تسد، هذوك المياه ديالو كان الناس تتشتكي. دابا الان في حاله صحيه جيده، كانوا تيمرضوا لهم الكسيبه، تيمرضوا هما بالحبوب المعمل. ولكن يعني تحولت المرجة وقسموها بيناتهم الى اراضي فلاحيه تزرعوا فيها منتوجات فلاحيه ديال الحدار. دابا ما يمكنش الاحياء ديالها تعاود ترجع الاحياء ديالها انه تتكون شتاء ما يمكنش تحيا، لان كتكون عبر الاف السنين كتكون نبضوا يعني فرشه المائيه. والفرشه المائيه تم القضاء عليها باستنزافها بفلاحيه المحركات الفلاحيه لجلب الماء. كيفاش تتبان ذكرى الذكرى كلها سميتو كاين هذاك السمارة هي المرجة عندها وزارة التجهيز عملنا تشوير مهم صوبت المسائل كاملة. إذا هنا إذا جينا نشوفوا أن المجلس كيكافح بوحدو، بينما حين كنمشيو نتلاقاو مع وحدين أخرين كيقول لك لا المجلس اللي خصو يدير كلشي. هذه من ناحية ديال البنية التحتية. إذا جينا نشوفوا أن الطرقات ديال الدواوير ما كاينش دوار اللي ما كتدخلوش الشانطي حتى بالقليله حتى المسجد ديال. الا دخلتوا للدواوير راه واخا تاكلت ديك الطرقات ولكن كاين الطريق داخله حتى لكل دوار. الغوازيف ولكن ولات سخار لاحظنا بان لا هي في طور الانجاز دابا غتكون داك الشيء. انا ما شفتش الصفقه راها في هذا وراه غيبداو في الانجاز ديالها من الجهه ديال داك الشيء بلوتوروت حتى لداخل راه غادي تخدم 100% ماشي. وغادي تكون عندكم ملاحظات من بعد ان شاء الله. الدواوير الاخرى كذلك راه في الولايه ديال سي فريحه ما بين 2003 2009 هذيك الولايه اللي كانت صوبت فيها الطرقات ديال الدواوير. هذا من ناحيه الطرقات. من ناحيه العشوائيه ديال السكن حنا كنعرفوا ان في الباديه او في الدواوير انا دابا كتقولوا النقط وانا كنسجل غير النقط باش نهضر عليهم وصافي. العشوائيه في السكن فعلا في البوادي ديالنا حنا كنعرفوا كاينه العشوائيه، كل واحد اللي عنده شي طرف ديالو هكتار ديالو ولا هذا راه كيبني. واما في الاراضي الفلاحيه راه ما كايناش الترخيص ديال البناء، ما يمكنش ترخص له انه يبني في داخل الا بنى شي بيت مثلا العساس ولا شي حاجه. اما البناء الترخيص فيه الاراضي السقويه ماشي البوريه. لا يلاحظ بان هناك فوضى زعما في البناء لا داخل الدواوير كما وقع دابا في عين الشوك مؤخرا اللي كتشوف فيها النائب ديال السلاليه. لا احنا كاين دواوير اللي عندها جماعه سلاليه وكاين اللي ما عندهاش العشوائيه ويبني بدون رخصه ولا شي حاجه. لا لا ما عندناش العشوائيه حنا في الدواوير في وسط الدوار بني في ارضك ما كاين مشكل. واللي عندهم الملك ماشي اللي غيجي ويحتل واحد الطرف ويقول لك نبني. لا ما كايناش العشوائيه ما كنضرش. اما الاراضي الفلاحيه السقويه ممنوع ما كنرخصوا لهمش انهم يبنوا فيها. نعم بكل صراحه ان الساده رجال السلطه وخاصه القايد ديالنا الجديد شي بنايه عشوائيه بدون مرخصه ولا مثلا تكون فيها دار الساكنه كيحول الوجه ديالو كيمشي كيدير الهضمه. بالنسبه للاستاذ ديالنا قال بان ما كاينش مناطق مثلا ربما
مخضره او نقولوا حدائق وهذا المنتزهات. حنا الا جينا نهضروا انه في العوامره كامله كما قلت الاستاذ انها كلها منتزهات. الا هضرنا على المركز المركزيه فعلا ما فيهاش منتزهات. شكون اللي عقلنا انها تكون منتزهات؟ اول حاجه هو السوق في وسط المركز. السوق داخل المركز هو اللي كيؤدي لنا النفايات، لان حين كينتشروا السواقه وكيمشيو بحالهم كلشي كيبقى داخل السوق. خاصة انه السوق منتشر كبير، اكبر ربما اكبر سوق اكبر في الاقليم، اكبر سوق لان كيجيوه من جميع المناطق. السوق الحمد لله حنايا ما بقيناش كثير، شهر شهر ونص غينتقل غيهبط لتحت. راه كاين جديد السوق كبار من هذا، كبار من هذا فعلا. لو بغيتو تعملو حتى شركة شحال كيبعد غير القيادة الثانوية، حدا الثانوية بالضبط. السوق كتبقى لنا فيها فيه واحد شي ليتوش قلالين ديال واحد لاباطوار كانت باقا ما تبنات، دابا الحمد لله تسالات وزيد الضو وداكشي. راه المهم تصاوب كامل غينتقل السوق من هنا لهنا، وحتى الخضاره حتى الجميع اللي عنده شي حاجه كيبيعها راه مرقمين، عندهم الارقام ديالهم وكل شيء. كل واحد غادي يوصل للمكان ديالو غادي يبيع ويشري فيه. الحوانت ديال الحوت مكريين، ديال الدجاج مكريين، ديال اللحم مكريين، الصفقات دازت في هذا هذه 3 سنين وزياده. البقعه اللي تم فيها السوق ديال الاملاك المخزنيه شحال من هكتار سي؟ 10 هكتار. السوق على مساحه ديال 10 هكتار. هذا بالنسبه لهذا السوق القديم اكيد انه سيتحول الى مجال اخضر. ماشي مجال اخضر كبير بزاف بالنسبه لمجال اخضر. صياد هذا راه كلشي ماشي الملاحظات ديالو ماشي انا البارح مشيت للقصر كانت محتاجه هذا. انا بالنسبه ليا جات على خاطركم غادي ندير لكم مكتب خاص في المرسل وجميع الوسائل ديال الجماعات فهنا اشارتي ياك. هذه بلادنا، بلادنا خصنا نتعاون عليها بكل اخلاص. كم انا سعيد متواجد معكم، لان هذه العناصر هذه هما اللي كتقلب عليهم باش نخدم معاهم. ربي كيقول في كتابه العزيز بعد بسم الله الرحمن الرحيم وامرهم شورى بينهم وشاورهم في الامر، وكيقول في ايه اخرى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم، وفي ايه اخرى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. هذه هي لا دوفيز ديالنا، وهذه الايات ربانيه. الا كنا مخلصين لهذه البلاد وهذا الوطن، عزيزي الاخوان ديروا يد في يد حين الاكراهات، واكراهات صعبه. مستحيل ان المجلس ولا الجماعه ديال العوامره غتحل هذه المشاكل. راه بفضلكم وبتضافر الجهود معكم ومع رجال السلطه ومع السيد العامل، ولكن هاد الناس هادو خصنا نوصلوا لهم. راهم عارفين هادشي كلشي، ولكن تضافر الجهود. لان جمعيه المجتمع المدني الحمد لله اليوم راه عندها واحد القيمه كبيره. نتعاونوا على هاد البلاد، وغادي ان شاء الله نديروا شي اجتماع اخر، لان دابا حنا عندنا الموضوع وعنوجدوا الملفات وعنديروا يد في يد. وانا تنقول لكم مره اخرى واكررها مره اخرى، لان جميع الامكانيات ديال الجماعه غتكون مرسوله لكم. ولهذا مره اخرى بلا ما نطول انا فرحان بكم، وان شاء الله غادي تجيو تزورونا، وهذه غير بدايه وبدايه خير لهذه البلاد وهذا الوطن.